السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأصبحنا وأصبح الملك لله، وصباح الخير والمسرات والأفراح، وصباح الشعور بالسعادة لما نستيقظ كل صباح ونبدأ رحلة جديدة مع النجاح. صباح الإصرار والمثابرة، صباح الإيجابية والابتعاد عن الصوت الداخلي اللي يكون سلبي ويمنعنا عن تأدية مهامنا الوظيفية والحياتية. صباح أحبتنا بالأمس في جامعة قطر وتحديدا في قاعة ابن خلدون في 9 صباحا افتتح الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر معرض جامعة قطر للدراسة في الخارج 2016 بمشاركة 26 جناح من 16 دولة حول العالم. يعتبر هذا المعرض فرصة للطلبة والطالبات للتعرف على فرص التعليم حول العالم. كاميرا برنامج فيض ضحى كانت موجودة خلال افتتاح هذا المعرض، وكانت لنا هذه الجولة اللي راح نطلعها عليكم في هذه الأثناء. يعقد هذا المعرض للسنة الخامسة على التوالي، ويشارك مجموعة من الجامعات التي لدينا معها مشاركات سواء في البحث العلمي أو في الدراسات العليا. نسعى إلى تعريف طلبتنا بالذات المتميزين منهم
بهذه الجامعات وبهذه الشراكات بحيث أنهم يواصلون دراساتهم العليا وفيما بعد ينضمون كأعضاء للهيئة التدريسية بجامعة قطر. الحمد لله لدينا شراكات بحثية وشراكات أكاديمية عديدة مع عديد من الجامعات، ولدينا أيضا أعضاء هيئة تدريس متميزين من جميع الدول حقيقة، ودائما نسعى إلى أن نبني على هذه الفرص لكي يكون لدينا أيضا مساهمات عديدة في مجال البحث العلمي وفي مجال أيضا الدراسات العليا. نحن سعداء اليوم بأن نستضيف حدث مهم في حياة جامعة قطر وخاصة الطلاب المبتعثين أو الذين ينوون أن يكملوا دراسات العليا بالخارج، ما يسمى بمعرض دراسة بالخارج بجامعة قطر 2016. احنا عدد المشاركين حقيقة الكثير من الجامعات سواء في أوروبا أو في أمريكا أو في يعني من دول الأوروبية، من تركيا، عندنا جامعات من السويد، جامعات من بريطانيا وفرنسا، إيطاليا، جامعات كثيرة حقيقة تعرض يعني تعطي فكرة للطلاب عن نوعية الدراسة اللي ممكن يتوقعونها، عن الصعوبات اللي ممكن تواجههم، عن المتطلبات الدراسة في هذه الجامعات. طالبة في جامعة قطر نيوتريشن، أنا كطالبة يهمني أن أنا أعرف من وين أقدر أخذ البي اتش دي أو الماسترز، بما أن تخصصي نيوتريشن ما عندنا هنا في الدوحة. أوجه نصيحة حق كل الطلاب المقبلين على أن يكملون يعني بكالوريوس أو بي اتش دي أو أي شيء، يجون هالمعارض اللي يسوونها لأن هي توفر جهد كبير. مثل ما شاهدنا أحبتنا من خلال هذا التقرير ومعرض جامعة قطر للدراسة في الخارج 2016، عدد كبير من الجهات المشاركة، بلغت 26 جناح من جامعات محلية في المدينة التعليمية وأيضا غيرها من الجامعات العالمية اللي تفتح المجال والفرص لجميع الطلبة بأخذ الفكرة ومعرفة بعض المعلومات عن هذه الجامعات. بالنسبة للطلبة اللي حاليا يدرسون البكالوريوس وحابين يكملون دراساتهم العليا، أو أيضا بالنسبة لطلبة المرحلة الثانوية، أحبتنا في بداية كل صباح في برنامج في الضحى ننتقي لكم مجموعة من الأخبار المحلية من صحفنا المنوعة، وأيضا انضم من هذه الجولة الصباحية من الأخبار مجموعة من الأخبار العالمية راح نبدأها وياكم في هذه اللحظات. يسعد لنا صباحكم أحبتنا وصباح الخير على كل مشاهدينا. نبدأ وياكم جولة الأخبار الصباحية بجريدة الراية القطرية، وهذا الخبر من وزارة التعليم التي تحدد الطاقات الاستيعابية للمدارس. علمت جريدة الراية القطرية أن وزارة التعليم والتعليم العالي حددت الطاقات الاستيعابية للطلاب بالمدارس المستقلة، حيث وافت المدارس بخطة التدفق وعدد الفصول الخاصة بالعام الدراسي المقبل 2016-2017، ويبلغ متوسط عدد الفصول الدراسية بمباني المدارس الحديثة التي تتكون من طابقين حوالي 25 فصلا دراسيا، كما أن عدد الطلاب المسموح بتسجيلهم في كل فصل حوالي 30 طالبا وفقا لسياسة تسجيل الطلاب. بالتأكيد بوجود هذا العدد الكبير من الفصول الدراسية وتحديد استراتيجية وجود 30 طالبا في كل فصل، راح يعطي الفرصة لكل طالب أنه يحصل على المعلومة وما يكون في ازدحام بالنسبة للعدد، وأيضا بالنسبة للاستفادة من الدروس المعطاة لكل طالب في هذه الفصول الدراسية. ونتمنى كل التوفيق لكل طلبتنا وطالباتنا. ننتقل إلى جريدة العرب القطرية، وهذا الخبر عن وزارة الصحة العامة، حيث أن وزيرة الصحة العامة تفتتح الصيدلة الآلية الجديدة بحمد العام. افتتحت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة رسمياً الصيدلة الآلية الجديدة في مستشفى حمد العام، والتي توظف جهازي روبوت يعملان معاً ويتيحان إمكانية صرف
1200 صنف من الأدوية في الساعة الواحدة. يعتبر هذا المشروع هو الأكبر من نوعه في المنطقة، حيث يسهم جهاز ماك فور أومينيسيل بقدر كبير في تخفيض وقت انتظار مرضانا لاستلام أدويتهم من الصيدلية. خلونا وياكم نتعرف أكثر على هذا المشروع الجديد الذي تم تطبيقه من قبل وزارة الصحة العامة. تم تصميم هذا الروبوت حسب متطلبات صيدلية مستشفى حمد العام، وهو عبارة عن جهازين روبوت يعملان مع بعضهم البعض بصورة متجانسة، اللي هو عبارة عن الميدي مات، وهو يتم تحضير الأدوية عن طريقه، يعني يتم تحضير الأدوية اللي يكون الصرف عليها قليل، وفي السبيد بوكس هذه يتم عن طريقة تحضير الأدوية اللي يكون عليها الصرف أسرع، وهما مثل ما قلت لك هذين الجهازين يعملان بصورة متجانسة بحيث يقللان من الوقت الذي يأخذه المريض في انتظار تحضير وصفته في الصيدلية. إن شاء الله في مطلع الشهر القادم راح يتم ربط الجهاز الروبوت بنظم المعلومات الصحية، بحيث أنه يعني الوصفة يتم إدخالها عن طريق الطبيب، تنزل لنا هنا مباشرة على السيستم، وطبعاً يقوم الصيدلي بتوثيقها ويتأكد من خلوها من المشاكل، ويعطي الأمر للروبوت بتحضيرها. يعني ما على المريض سوى أنه يقدم أو يبرز البطاقة الصحية، ومن ثم يتم تسليم أدويته، ويتفرغ الصيدلي لإعطاء المعلومات اللازمة عن أدويته. حقيقة كان في فكرة الفارنس أوتوميشن، أو هو الجهاز الروبوت اللي يغطي احتياجات الصيدلية باحتياجاتها الخاصة للصيدلية. فتم دراسة متطلبات مستشفى حمد، الصيدلية الرئيسية عندنا في مستشفى حمد، من حيث عدد المرضى الموجودين، كمية صرف الأدوية اللي بتم صرفها يوميا، وبناء عليه تم تصميم الجهاز كهاردوير خلينا نسميه، كمعدات، وبالإضافة للبرامج والسوفتوير اللي بيكون موجود فيه، بحيث تم ربطه لاحقا بأنظمة المستشفى، أنظمة الصيدلية، وأنظمة المرضى اللي موجودة في مستشفى حماد. الهدف من وجوده هو مساعدة المرضى أكثر من مساعدة الصف اللي موجودين في مستشفى حماد، لتسريع وقت استلام الأدوية والدقة باستلام الأدوية. احنا ان شاء الله يعني كل ما لها مؤسسة حمد الطبية دائما تسعى يعني للحاجات الأجود واللي تساعد طبعا في الارتقاء بخدمة المريض. ما لنا إلا نقول التحية والشكر لوزارة الصحة العامة على توجههم باستخدام التكنولوجيا الحديثة في تقليل الوقت وأيضا التخفيف على المرضى من خلال استخدام الصيدلة الآلية. أحبتنا لازلنا معاكم في جولة الأخبار الصباحية، ونستكمل وياكم أيضا الأخبار المحلية، وهذا الخبر اللي طبعا من خلاله راح نتعرف عن الأسباب التي ستجعل سماء دولة قطر مختلفة يوم الخميس، من خلال خبر من جريدة الوطن القطرية زخت شهب في سماء قطر. قال الشيخ سلمان بن جبر الثاني رئيس مركز قطر لعلوم الفضاء والفلك أن سماء قطر ستشهد يوم الخميس المقبل حدثا فلكيا مثيرا. وأضاف رئيس مركز قطر لعلوم الفضاء والفلك في تصريح له أنه سيكون ممكنا مشاهدة شهب القيثاريات، وهي من الزخات الشهابية الجيدة خلال العام، حيث يمكن مشاهدة حوالي 20 إلى 10 شهابا في الساعة الواحدة في المعدل، لكن قد تصل أحيانا إلى 100 شهاب في الساعة، وذلك بحسب تقدير خبراء الفلك المختصين بالشهب. أحبتنا انتهينا من جولة الأخبار المحلية، أو راح نختمها بهذا الخبر من جريدة الشرق القطرية.
قريبا منتجع سلوى السياحي ب 362 وحدة سكنية و 84 فيلا و 13 مطعم. تتواصل الأعمال الإنشائية لمشروع منتجع سلوى السياحي التي وصلت الآن إلى مراحل متقدمة من أعمال التنفيذ التي ظهرت واضحة من خلال مباني المشروع التي بدت شبه مكتملة، كما رصدتها تحقيقات الشرق خلال الجولة الميدانية للمنتجع الصحي الذي يقع على طريق سلوى بالقرب من الأكوا بارك. أكيد وجود هذه المشاريع السياحية راح تكثف عملية وجود العديد من الزوار إلى دولة قطر والاستفادة من هذه المنتجعات والأماكن الترفيهية، إضافة إلى استفادة سكان دولة قطر من مواطنين ومقيمين خلال الإجازات وخلال إجازات نهاية الأسبوع على مدار العام. الآن انتهينا وياكم من جولة الأخبار المحلية، ننتقل مباشرة إلى مجموعة من الأخبار العالمية، نبدأها بهذا الخبر. ومع انتشار السينمات أو دور السينما اللي تحتوي على بعض الأفلام اللي تعرض بنظام ثلاثية الأبعاد، حيث أن رؤية شاشة ضبابية قد يشير إلى أن العين الكسولة. حذر خبراء اليوم من أن الأطفال الذين لديهم مشكلات في مشاهدة الأفلام ثلاثية الأبعاد قد يكون لديهم مشاكل عميقة في الجذور أكثر في البصر. وعلى وجه التحديد، إذا شعر الطفل بالدوار أو الصداع أو ألم في العين أو أنه غير قادر على رؤية تأثير فيلم ثلاثي الأبعاد، لذا يجب على الوالدين استشارة طبيب العيون لإجراء تقييم لحالة الطفل. كما تظهر الأبحاث أن هذه النوعية من الأفلام قد تعمل على ترويض الدماغ وتحسين الأداء على المدى القصير بطريقة مشابهة لاختبارات تدريب الدماغ. أما خبرنا التالي من أخبارنا العالمية عن تحديداً عن الإجهاد والدايت أو نظام رجيم متبع اللي ممكن يسببون فقدان الشهية العصبي. توصلت إحدى الدراسات الطبية أن تأثير المخاطر الجينية والبيئية في نفس الوقت يمكن أن تؤدي إلى الإصابة باضطراب فقدان الشهية العصبي لدى البشر، وهو ما يمهد الطريق لإمكانية تطوير استراتيجية وقائية وأيضا علاجية فعالة ضد هذا الاضطراب الخطير. مرض اضطراب فقدان الشهية العصبي يدفع الكثير من المرضى إلى الخوف لدرجة الهوس من زيادة وزنهم، مما يدفعهم إلى الحرمان من أنواع من الطعام خشية اكتساب المزيد من الوزن. تشدد عدد من الأبحاث حول العالم والتي تم إجراءها على أن مرض غير قابل للشفاء، حيث تتراوح نسبة الوفيات للأسف ما بين 8 إلى 15%، وهي النسبة الأعلى من بين أي مرض نفسي. لابد أن يكون هنالك تقبل لكل شخص على الحالة الجسمانية اللي رب العالمين ارزقه فيها. أما إذا كان شخص منكم يعاني من زيادة الوزن، بالإمكان اتباع نمط صحي وتغيير الأغذية اللي تتناولها إلى أغذية صحية تساعدك على الحصول على الجسم المثالي اللي ما يحسسك بالحرج أو ببعض الأمور اللي ممكن تسبب لك القلق أو التوتر أو لا سمح الله الاكتئاب في نفس الوقت. راح نختم جولة الأخبار الصباحية بهذا الخبر عن تطبيق الفيسبوك، عصا السيلفي من الفيسبوك. ومثل ما نشاهد وياكم أحبتنا أو راح نعرض لكم على الشاشة هذه الصورة اللي راح توضح لكم أكثر عن هذا التطبيق، حيث أعلن الفيسبوك خلال مؤتمر المطورين عن آخر ابتكاراته، وهو عصا سيلفي تسمح للأصدقاء الموجودين في أماكن بعيدة جغرافياً التقاط صور سيلفي معاً في مكان ثالث بعيد عنهم أيضاً. معناته شخصين راح يكونون في صورة واحدة لكن في مكان ثالث لا يوجد فيه هؤلاء الشخصين أو هذان الشخصين. لتقديم هذا الابتكار وضع المدير التقني للفيسبوك نظارة الواقع الافتراضي، وكذلك فعل زميل له في مكان آخر، واجتمعوا معا في شكل افتراضي في أحد الشوارع في لندن، واستخدموا لوحة التحكم اللمسية في النظارة بالتجول في لندن بتقنية 360 درجة. يذكر أن الفيسبوك لم تتحدث عن موعد زمني محدد لإتاحة هذه التقنية بشكل تجاري للمستخدمين. إذن من خلال هذا التطبيق أحبتنا بإمكانكم أنتم أصدقائكم تحصلون على بعض الصور التذكارية في أماكن ما زرتوها من قبل من خلال عصا السيلفي التي يتم تطبيقها في الفيسبوك.
انتهينا من جولة الأخبار المحلية وأيضا العالمية، وياكم أحبتنا راح ننتقل مباشرة من مشروع اللؤلؤة في استديو في الضحى إلى منطقة مسامير، وتحديدا الإدارة العامة للمرور، وزميلنا خليفة الرمحي موجود حاليا هناك وراح يطلعنا عن سبب وجوده في مركز مسامير للمرور. صباح الخير عليك يا خليفة. صباح الخير زميلة أسماء. طبعا في البداية نصبح عليك، نصبح على جميع مشاهدين تلفزيون قطر من خلال برنامج في الضحى، ونصبح على عيايزنا وشباننا الكبار ونقول لهم عساكم على القوة والله يعطيكم الصحة وطولة العمر. مثل ما ذكرت طبعا الزميلة أسماء، نعم احنا في القسم المخصص في منطقة مسامير للإدارة العامة للمرور راح نلتقي في هذه اللحظات السريعة مع الملازم ثاني فيصل بريك القضيض المري، وهو ضابط الشفت الصباحي. ابو بريك صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور، يا مرحبا ومسهلا فيكم. في البداية حدثنا عن طبيعة عملكم في هذا المبنى. طبعا طبيعة عمل كل ما هو متواجد في المرور الرئيسي موجود عندنا، ما عدا له الخاصة في شؤون المخالفات، فنقل استمارات، تجديد، دفع مخالفة، تجديد لياسن، يعني من هالأشياء كلها موجودة عندنا. نعم، ألاحظ أيضا يمكن عدد محدود من الموظفات، موظفات وزارة الداخلية في هذا المركز أو في هذا المكتب. والله هذا كله توجيهات السيد المدير بالعدد المحدود عندنا، ففيهم خير بركة، في موظفات شفت الصباح 3 وفي موظفات شفت العصر بعد 3، والحمد لله العدد الإجمالي كله يكفي. نعم. بخصوص المنطقة هذه. نعم ملازم فيصل، الخدمات اللي تقدمونها بالنسبة للمواطنين والمقيمين هل مقتصرة على منطقة مسامير أو على جميع مناطق قطر؟ طبعا هو بالأحرى أنه يكون دائما كل منطقة جغرافية لها قسم مرور خاص فيها، احنا نلم المناطق اللي حولنا، واي منطقة خارج مسامير بعد نستقبلهم. نعم. يعني عادي. نعم الان يمكن مشاهدنا الكريم ومتابعنا من خلال شاشة تلفزيون قطر يتابع بعض اللقطات اللي قاعدين نعرضها لهذا المكتب او هذا المركز وما تقدمونه من خدمات، لكن ملازم فيصل ايضا هل عندكم دوريات مخصصة لهذه المنطقة في هذا المركز؟ لا طبعا دوريات خاصة في المعمورة، في دوريات الحركة المرورية، وفي دوريات التحقيق اللي هو قسم المعمورة، اما عندنا هنا ما في لا تحقيق ولا دوريات بخصوص المبنى هذا، هذا بس قسم تسجيل وتراخيص غيره ما في. نعم ايضا يدور في بالي الان سؤال، يعني الخدمات اللي تقدمها الاداره العامه للمرور من خلال هذا المكتب اكيد تشمل جميع ما يشمله طبعا المكاتب الاخرى او الاماكن الاخرى، سواء كانت الاداره العامه المبنى الرئيسي او المباني الاخرى، هل هناك امتيازات تقدمونها انتم من خلال هذا المكتب لمراجعينكم؟ والله طبعا نشوف احنا كمرور كل مجريات المعاملات عندنا كلها ماشية على روتين معين ومتطلبات معينة، فكلها يعني كلها شغلتها واحدة، ما في شيء استثنائي. نعم. فهذا اللي موجود عندنا. يمكن الآن أيضا المشاهد الكريم ومتابعنا يتساءل عن المخالفات، يمكن الغالبية الناس تسأل عن المخالفات، أعتقد أنه صار هناك تمديد بالنسبة لفترة السماح في دفع نصف قيمة المخالفة، هل مطبق أيضا هذا عندكم؟ هذا الأسئلة مطبق في جميع مركز خدمات للمرور، مددوهم 3 شهور طبعا، والشيء هذا نزل في الجريدة الرسمية وموقع وزارة الداخلية أنه صار لين 7 جولاي تقريبا. نعم. هل هناك أيضا بعض المعاملات اللي تضطرون ترسلون المراجع للإدارة العامة للمرور المبنى الرئيسي؟ في بعض الأشياء اللي هي هذه تكون مثلا على الناس المخالفة اللي هي الطلبات، فالطلبات فيها قسم مختص فيها له تحريات حجز المركبات، هذه نضطر نحن نقول له يروح لهم لأنه هو مطلوب حضوره شخصيا قدامه أو مالك السيارة أو من ينوب عنه، فهذه الأشياء ما نقدر نخلصها من عندنا، يروح لجهة الاختصاص. نعم ملازم فيصل أيضا تصدرون رخص القيادة وتجديد تسيير المركبات في هذا المكتب؟ إصدار جديد، كل ما هو إصدار جديد بالنسبة للرخص يكون في الإدارة الرئيسية أو في إحدى المدارس الموجودة في قطر، أما بالنسبة لإصدار ملكيات جديدة سيارة مركبة جديدة أول تسجيل لها يكون في الإدارة الرئيسية أو في الوكالات المعتمدة عندنا
اللي فيها مكاتب مرور. نعم. أما بالنسبة لنا هنا تجديد المركبة اللي هو تجديد الروتيني العادي اللي كل السنوي، وكذلك تجديد رخص السواق. نعم. أكثر مراجعينكم ملازم فيصل في الفترة الصباحية، ويمكن الفترة الصباحية تكون هناك ارتباطات الموظفين في أعمالهم. أنا لاحظ يعني قلة المراجعين، لكن أنت قلت لي قبل الهوى فعلا فترة الصباح يكون فيها أيضا ضغط. نعم، فترة الصباح كل موظفة تستقبل عندي تقريبا أكثر من 80 معاملة، فهذا بحد ذاته بالنسبة لقسمنا هنا في مسامير كثير جدا. فترة المسائية فيها زحمة لكن مش نفس زحمة الصبح. نعم. سؤالي الأخير ملازم فيصل، متى تداومون مثلا فترة الصباح وفترة المساء حتى يستفيد مشاهدنا أو مراجع هذه الإدارة من وقت دوامكم؟ طبعا الفترة الصباحية من الساعة 6:30 لين 12:30، أما الفترة المسائية من 3 لين 7. نعم. بارك الله فيك الملازم ثاني فيصل بريك الغضيض المري، جزاك الله خير وبيض الله وجهك على هذا الكلام الطيب، ونلتقيك إن شاء الله بإذن الله في لقاءات أخرى. تشرفتونا يا مرحبا ومسهلا فيكم. بارك الله فيك، شكرا. مثل ما شفتوا أعزائي المشاهدين ومتابعينا، كان معانا من الإدارة العامة للمرور في قسم مسامير أو في القسم التابع لمنطقة مسامير الملازم ثاني فيصل بريك الغضيض المري، وأطرانا بكثير من النصائح وكثير من المعلومات عن الخدمة اللي قدمها هذا المكتب في منطقة مسامير. أقول دائما سامحوني على قصور بذر مني من خلال نقلنا لهذه الفقرة، على أمل لقاء بكم بإذن الله في أماكن أخرى من دولتنا الحبيبة قطر. والآن أرجع للزملاء والزميلة أسماء الحمادي في الاستديو. يعطيك العافية كالعادة يا خليفة، كفيت ووفيت وما قصرت من خلال إطلاعنا على الخدمات اللي تقدمها الإدارة العامة للمرور التابعة لمركز منطقة مسامير، وعودة لكم أحبتنا في استديو في الضحى في منطقة مشروع اللؤلؤة. أحبتنا، العديد من المراكز اهتمت بالتزامن مع يوم الأسرة اللي صادف يوم الجمعة 15 من هذا الشهر بإقامة الندوات وأيضا الفعاليات المختلفة لتفعيل دور الأسرة، ومنها مركز الاستشارات العائلية من خلال مجموعة من الدورات اللي راح نطلعكم عليها من خلال هذا التقرير، وراح نرجع لكم بعد الفاصل بإذن الله مع أولى مواضيعنا في في الضحى. الندوة عنوانها الزواج في دولة قطر الواقع والتحديات، وتناولت 4 محاور مهمة اللي هو خطة التنمية المستدامة وعلاقتها بالزواج، وكذلك تناولت محور اللي هو واقع الزواج في دولة قطر بناء على المؤشرات والإحصائيات اللي في جهاز الإحصاء، وكذلك تناولت اتجاهات الشباب نحو الزواج، وهذه يعني مهمة جدا، وهذه دراسة من الدراسات الحديثة اللي قام في معهد الدوحة الدولي للأسرة، وكذلك محور أخير اللي هو راح يقدمه مركز الإشارات العائلية فيما يتعلق بالجهود التوعوية والتثقيفية الموجهة للشباب أو حث الشباب على الزواج إن شاء الله. إن اختيار الزواج موضوع للنقاش اليوم من الأهمية بما كان، لأن الزواج هو المدخل الأساسي لتكوين الأسرة، ومن الأهمية أيضا بما كان الحفاظ على هذا الرباط المقدس من ناحية، وحماية أفراده حيال انهياره من ناحية أخرى. موضوع الزواج هو موضوع جدا مهم، يعني مثل ما احنا عارفين هو اساس تكوين الاسره في المجتمع القطري، مش في المجتمع القطري فقط، في جميع المجتمعات او اي بنيه اجتماعيه تنشا. فهذا الموضوع جدا مهم احنا نركز عليه، فاحنا نشوف واقع المجتمع القطري نظرته من خلال الزواج، لان لو شفنا الزواج الحين والزواج سابقا مفهوم الزواج والنظره الى الزواج جدا تغيرت، خصوصا فئه الشباب اللي احنا مركزين عليها في الندوه. نأمل بإذن تعالى أن تحقق أهدافها وتطلع من خلالها بعض المخرجات، إحنا نتمنى تكون المخرجات على شكل توصيات ومقترحات، وبإذن تعالى نرى لها مردود إيجابي إن شاء الله، حتى على مستوى الاستراتيجيات الجديدة إن شاء الله، استراتيجية التنمية الوطنية أو أي استراتيجيات فرعية إن شاء الله.
صباح الخير عليكم أحبتنا، وصباح التوعية والتثقيف المروري من خلال اهتمام العديد من الجهات بإقامة الندوات والبرامج، وأيضا تفعيل الدور الإدارة العامة للمرور من خلال إقامة الندوات المختلفة، وتحديدا في هذا الصباح مع انطلاق ندوة التوعية المرورية مسؤولية المجتمع بمشاركة مدير إدارة التوعية وأيضا العميد محمد سعد الخرجي مدير الإدارة العامة للمرور في جامعة قطر. ورح نتعرف أكثر على هذه الندوة مع زميلنا عمر الشمري الموجود حاليا في جامعة قطر. صباح الخير. صباح النور والسرور اختي اسم الحمادي، تحية معطرة لك وتحية إلى جميع مشاهدين شاشة تلفزيون قطر. نقول لهم مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متواجدين اليوم مع بداية هذا الصباح في جامعة قطر لتسليط الضوء على الندوة التي يطلقها إدارة المرور. طبعا يسرنا أن نتكلم أكثر في هذا الصدد مع سعادة العميد محمد سعد الخرجي مدير إدارة العامة للمرور. مرحبا ومسهلا فيك. مرحبا فيك وسعادة صباحكم. أخوي وسعادة، تكلمنا عن أهداف هذه الندوة ومن هم الأشخاص اللي يعني مشاركين معكم في هذه الندوة اليوم؟ والله شوف، التوعية المرورية مسؤولية الجميع، هي طبعا الهدف منها أو نستهدف مثل هالشريحة سواء أخوان أو بناءنا الطلبة في جامعة قطر أو أخواننا الطلبة في جامعة قطر. احنا نشكر جامعة قطر الصراحة لتعاونها المستمر، يعني هذه مش أول ندوة نعملها في الجامعة. الجامعة صراحة من المؤسسات اللي بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، وهي مهتمة بنشر السلامة والوعي المروري لدى شرائح المجتمع. فهذه الشريحة صراحة شريحة مهمة، لا تنسى أن يمكن أشخاص لسه توهم حاصلين على رخصة القيادة، وأيضا التوعية أو أساس التوعية أن هي ليس مقتصرة على الإدارة العامة للمرور أو وزارة الداخلية، لكن هي مثل العنوان هي مسؤولية الجميع. فنتمنى إن شاء الله أن نكون إن شاء الله هناك توعية أو ثقافة مرورية، بحيث أن نقول كل ما تزيد الثقافة المرورية لدى مستخدم الطريق تزيد السلامة المرورية، وإذا زادت السلامة خلاص يعني الحمد لله قلت الحوادث. فالثقافة المرورية أساس التوعية، فنتمنى إن شاء الله من الجميع أن يكون هناك ثقافة مرورية حتى يكون هناك عندنا طريق آمن. أبو سعد، تكلمنا عن أهم النقاط اللي تتناولونها اليوم إن شاء الله في هذه الندوة. بيكون في إن شاء الله من أخواننا، من سواء كان من أخوان من جامعة قطر وأيضا من الإدارة العامة للمرور متمثلة في إدارة التوعية والسلامة المرورية، هناك إن شاء الله بيسلطون الضوء سواء على بعض الأخطاء أو كثير من الأخطاء التي تحدث سواء كان العبور والمشاة أو مستخدم الطريق أو قائد المركبة. فنتمنى إن شاء الله التركيز على هذه النقاط على أساس أن إحنا نرفع الوعي أو الثقافة المرورية لدى مستخدمي الطريق سواء كان راجل أو حتى قائد المركبة، على أساس أن نكون هناك إن شاء الله طريق آمن إن شاء الله، وتكون يعني السلامة هي أساس للحفاظ، لأن إحنا أكثر من حوادثنا عندنا كلها هي نتائج كانت للسرعة أو حتى من العبور مناطق العبور. فنتمنى إن شاء الله أبشرك، يعني الحمد لله هاي السنة عندنا انخفاض كبير حتى الآن، يعني عن السنوات الماضية لسه يعني قاعد نطالع الإحصائيات هناك انخفاض كبير يعني ولله الحمد عن العام الماضي، ونتمنى إن شاء الله مثل هذه حتى نهاية السنة أن يكون هناك انخفاض كبير. لكن هذا ما يجي إلا لما يكون عند الإنسان ثقافة مرورية على أساس يحافظ على سلامة الطريق. بهذا الخصوص بسعد، حنا ودنا نستهل هذه الفرصة، فرصة وجودك معنا من خلال شاشة تلفزيون قطر وأيضا برنامج في الضحى، ودنا نعرف كيف يعني إلى أين وصلت الثقافة المرورية؟ هل هناك تطور في الوعي المروري لدى الشارع؟ لا شك الحمد لله، يعني أنا ثق تماما. هناك يمكن في بداية الحديث قلنا هناك انخفاض، والانخفاض ما يجي يعني عبثا وما يجي وليد الصدفة، هناك انخفاض الحمد لله من شهر إلى شهر آخر، وخصوصا من بداية هذا العام أو خلينا نقول في السنوات الأخيرة، خلينا نقول من 5 سنوات وجاي هناك انخفاض، يعني الحمد لله من سنة إلى أخرى هناك انخفاض. ولا شك أن هذه من الوعي والثقافة المرورية، يعني الحمد لله عندنا أول كان يمكن أنت تسمع في السنوات الماضية كان هناك إزعاج وتحفيز وتلاعب، لا شك أنه موجود حاليا لكن في أعداد قليلة جدا، يعني كانت أول منتشرة على نطاق واسع، لكن ولله الحمد حاليا عندنا انخفاض مثل هذه الظاهرة. وأيضا حتى البلاغات اللي كانت تجينا أو جينا على مدار الساعة أن هناك إزعاج خفض، أيضا الحوادث اللي قلت ولله الحمد سواء كانت الإصابات البليغة أو حتى الحوادث الوفيات، هناك انخفاض كبير سواء في الإصابات البليغة يمكن تتعدى أكثر من 45%، وهذا الشيء يسعد. وأيضا هناك الحمد لله انخفاض في حوادث الوفيات، يعني عندنا جيل الصراحة جيل واعي وجيل مثقف مروريا. ودائما احنا ممكن احنا نضرب امثله، شوف احنا شبابنا لما يسافرون الدول اول ما يلتزم بالحزام، يعني معناته نعم معناته ان في الثقافه موجوده المروريه،
لكن نحب نتمنى مثل ما بيطبقها في الدول الأخرى يطبقها أيضا باب أولى يطبقها في بلادنا. هذا طبعا أكيد فضله يرجع إلى دوركم الفعال دائما في إدارة المرور على رأسهم سعادة العميد محمد سعد الخرجي. نصيحة توجهها من خلال شاشة تلفزيون قطر سعادة العميد. احنا نقول الالتزام بقواعد وآداب المرور هو أمان لي ولك ولمستخدم الطريق. أيضا احنا نتمنى إن شاء الله عدم الانشغال عن الطريق، لأن خصوصا مع وسائل الاتصال الحديثة حاليا ينشغل بالتلفون أو خلافه. نتمنى إن شاء الله أن يكون تركيزه تركيز تمام، ويتعاون مع قائد المركبات الأخرى ويتعاون مع العبور عبور المشاة. إن شاء الله أنهم جالسين يسمعونك الحين ويتعظون في هذه النصائح اللي قدمتها سعادة العميد محمد سعد الخرجي. كل شكر لك، كل شكر، الله يعطيك العافية، شكرا لك. وأيضا يسرنا أن يكون معنا من جانب جامعة قطر الدكتورة نور المعاضيد. خلونا نصبح عليها ونقول لها صباح الخير. صباح النور دكتورة، بداية إيش حالك؟ الحمد لله، الله يسعدك. الحمد لله رب العالمين. تكلمينا عن دور جامعة قطر في مثل هذه الندوات التوعوية. والله قامت هي سلسلة من الندوات والمبادرات للشباب لتوعية المجتمع بكافة الكافة، سواء كنا مدرسين، سواء كنا أساتذة، سواء طلاب، ربات بيوت، الكل لازم يشارك أي وسيلة، سواء حتى الطالب الصغير، حتى يعني لازم يشارك في التوعية. فإحنا نحاول من خلال هذه السلسلة من الندوات وبالاشتراك مع وزارة الداخلية المتمثلة بالإدارة العامة للمرور بمثل الكبريت اللي إحنا نوقد الناس فيهم بالمعلومات اللي على أيادي مختصين على هذه الندوات، فإن شاء الله فيكون في تأثير. وهذه الندوات مثل ما عرفنا من سعادة العميد أنها هي ندوات دورية دائما تنعقد في جامعة قطر في أماكن مختلفة طبعا، لكن حنا اليوم بدنا نتكلم عن جامعة قطر. إيش النقاط اللي خصصتموها لهذه الندوة اليوم يعني عشان تتناقشون فيها وتتكلمون فيها؟ والله احنا ناقشنا عندنا القانون، الحس القانوني، ومن جامعة قطر بتتكلم عن قانون المرور وكيف يمكن ان احنا نحسنه. عندنا دكتورة بتول خليفة بتتكلم عن النفسية وكيف تغير نفسية الانسان والفرد بحيث انه هو يشارك، فان شاء الله يكون لها تأثير ونستفيد جميعا. ان شاء الله انه يكون هناك تأثير، وايضا دوركم اكيد 100% فعال. كل الشكر لك دكتورة. ممكن أتكلم عن في عندنا طلاب مبادرين ممكن ومسؤولين، مثل عندنا الطالب والسفير سلام المرورية في طلاب الثانوي يروح يوعي طلاب الثانوية في مبادرة عندنا في الجامعة، فإن شاء الله تشوفون لقاءات عنها في المستقبل. إن شاء الله إن شاء الله. طبعا أكيد إحنا نتمنى السلامة للجميع، لكن قبل لا نختم ودنا نأخذ منك كلمة أخيرة ونصيحة من خلال شاشة تلفزيون قطر. والله شو أقول، حضوركم مشاركتكم سواء بحضوركم اليوم في الندوة أو حضوركم في الواتساب في واتساب الجامعة أو في سناب شات، سمعكم إن شاء الله توعون جميعا نكون مسؤولين في هذه التوعية، سواء كنا في كسائق أو كنا خلف المقعد أو كنا حتى ماشيين في الطريق، دائما نتبع الأساليب السلامة ونأثر على الناس اللي يسمعوننا واللي يتكلمون معنا ونشوف وننصحهم، لأن مثل لأن إحنا مسلمين وكلنا لازم يعني نتبع نصيح ننصح ونأمر بالمعروف. بالضبط دكتورة، نعم بالفعل. ومثل ما أيضا نوهت عليه عنوان هذه الندوة اللي هي السلامة أو التوعية المرورية مسؤولية الجميع، بالفعل هي مسؤولية الجميع. كل شكر لك دكتورة نور المعضل، شكرا لك. إذن مشاهدينا شفتوا معنا نقل مباشر من جامعة قطر عن الندوة اللي إن شاء الله بتنطلق الآن بعد دقائق تحت عنوان التوعية المرورية مسؤولية الجميع. بعد هذا النقل نشكركم على حسن المتابعة ونرجع للزملاء في الاستديو. يعطيك العافية يا عمر، شكرا جزيلا لك على هذه التغطية لهذه الندوة بعنوان السلامة المرورية مسؤولية المجتمع التي تقام حاليا في جامعة قطر. ونرجع نقول أحبتنا دائما المسؤولية تقع على عاتق كل شخص مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة باتباع إرشادات وقوانين الإدارة العامة للمرور. أحبتنا، مؤخرا تنافست وشاركت دولة قطر في أولمبياد الرياضيات الخامس الذي عقد في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، وحصل طلابنا المشاركين وكان عددهم 8 من الطلاب والطالبات على 6 ميداليات برونزية و5 ميداليات فضية. راح نتعرف وياكم أكثر عن هذه المنافسات، منافسات أولمبياد الرياضيات
في نسخته الخامسة مع ضيوفنا الأعزاء، بداية بالأستاذة ماجدة الدرويش، خبير تعليم بإدارة التوجيه التربوي بوزارة التعليم والتعليم العالي. حياك الله ويانا. الله يحييك. يا هلا ومرحبا فيك. وإحدى الفائزات والفائزة الوحيدة بالميدالية البرونزية في مسابقة أولمبياد الرياضيات، مثايل راشد النعيمي من مدرسة الخور الثانوية للبنين. حياك الله ومبارك لك حصولك على هذا التميز بالميدالية البرونزية. أهلا ومرحبا. أيضا يهمنا أن احنا نتحدث أيضا في الشأن التربوي مع مدير مدرسة الدوحة الثانوية للبنين الدكتور صالح الإبراهيم. يا أهلا ومرحبا فيك ويانا، منورنا بحضورك. الله يبارك عمرك. يا أهلا ومرحبا. أحبتنا، راح نتعرف بداية على أولمبياد الرياضيات في نسختها الخامسة الذي عقد في المدينة المنورة مع الأستاذة ماجدة الدرويش. تعرفينا وتحثينا أكثر أستاذة ماجدة على هذه المسابقة. هي مسابقة دورية في مادة الرياضيات ينظمها ويشرف عليها مكتب التربية العربي لدول الخليج، تقام سنويا في دولة من دول الخليج. مواضيع الأولمبياد متقدمة تغطي 4 فروع في الرياضيات، الجبر والهندسة ونظرية الأعداد والتركيبات. يتم إعداد الاختبار من قبل خبراء عالميين، الدكتور جيف سميث والدكتور ساندر دابوس. الاختبار عبارة عن 4 أسئلة. طبيعة نوعية الاختبار أنه يحتاج إلى حل تفصيلي. مدة الاختبار 4.5 ساعات، يعني الطالب يحل كل سؤال في ساعة، وأول 0.5 ساعة عبارة عن الاستقبال استفسارات الطلبة. يتم التصحيح من قبل لجنة علمية محايدة. هاي بشكل عام طبيعي عن الأولمبياد، يعني شنو المقصود بأولمبياد الرياضيات وكيفية إعداد الاختبار له. نعم. أكيد في أهمية لإقامة هذا النوع من المسابقات وتحديدا في مادة الرياضيات اللي يعتبرها مجموعة كبيرة من الأشخاص مادة صعبة في المقرر الدراسي، لذلك راح ننتقل إلى مثايل راشد النعيمي وأحدى المشاركات في مسابقة أولمبياد الرياضيات التي عقدت في المملكة العربية السعودية. مثايل، نتكلم عن ما قبل المشاركة، هل أنت من محبين مادة الرياضيات؟ يعني قبل المشاركة ما كنت وايد أحب الرياضيات صراحة، بس لما شاركت في أولمبياد الرياضيات المادة كانت وايد ممتعة، فكنت وايد متحمسة أني أحل يعني فيها مسائل، وكان عندي رغبة أني أتعلم أكثر. وإذا واجهت يعني صعوبات كان مهم عندي إن يعني أجتازها، وكنت مصرة يعني إني أجتاز هاي الصعوبات. الجميل إنه يكون في الطالب إضافة لحبه لمادة الرياضيات يكون نابع عنده موضوع الإصرار والمثابرة لتحقيق النجاح. راح نتكلم عن صعوبات أخرى تعرضتي لها مثايل من خلال مشاركتك في هذه المسابقة، وأيضا بعض الأجواء اللي مرت عليكم خلال أحداث مسابقة أولمبياد الرياضيات. لكن راح ننتقل للدكتور صالح، دوركم كجهة تربوية وأيضا أكاديمية في تثقيف الطلبة بأهمية المسابقات على مختلف مجالاتها، دوركم في تفعيل دور مشاركة الطلبة في هذه المسابقات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في البداية أحب أشكركم على هذه الاستضافة، وأشكركم على دعمكم اللامحدود لنا احنا في مجال التعليم في تغطية كل فعالياتنا. بالنسبة لدور الإدارة، هو الدور الأساسي، الإدارة هي لها دور في أن تنجح أي فعالية وفيها أن تقضي على أي فعالية. صحيح. إذا تبنت الإدارة اللي هي فكرة التغيير والتطوير والتحسين، هي بتكون النتائج إيجابية، وإذا ما تبنت هذه الفكرة بتكون النتائج سلبية. بالنسبة حتى مشاركتنا في الأولمبياد هي عبارة عن تطبيق عملي لرؤيتنا احنا في مدرسة الدوحة، تبنينا رؤية اللي هو نحو تعليم مستمر ممتع متطور مرتكز على منظومة القيم الإسلامية، وهذا هو التطبيق العملي. بالنسبة لدورنا هو دور رئيسي، لأن أنت بتتعامل أول شيء بتتعامل مع مدرس، بتتعامل مع طالب، بتتعامل مع ولي أمر، بتتعامل مع منهج. احنا بس لو خذنا تعاملنا مع المدرس أول شيء تختاره بعناية، لأن أول شيء كنا نتناقش مع أختي أقولها المشكلة التعامل مع الموهوبين، المفترض أن المدرس يكون موهوب. صحيح. ما يصير أنه فاقد الشيء لا يعطي. فاقد الشيء. نعم. فكونك أنت تختار مدرس موهوب، هذه ثاني شيء تقطع على برامج كبيرة يعني. الشيء الثالث هو راح يضطر أنه يجلس فترات طويلة، يمكن فترة شهر جلس خارج المدرسة. طيب من اللي بيغطي هذا المنهج بالنسبة للطلاب؟ فأنت جالس تقنع حتى باقي المدرسين أنه يا جماعة ترى إحنا الهدف اللي إحنا متجهين له هدف كبير، فلازم تتعاونوا معانا. كذلك إحنا جالسين نقنع الطالب في أهمية
أهمية مثل هذه المشاركات، ولازم نحسس الطالب أنه هو بدخوله في هذه المشاركات هو راح يستفيد، في نفس الوقت هو ما راح يخسر المنهج اللي ياخذه باقي الطلاب. طبعا أنت كذلك تتعامل مع أولياء الأمور، وهذه أصعب تعامل تتعامل مع أولياء الأمور، لأن الصورة التقليدية للتعليم ما زالت راسخة حتى في عقولنا. لكن بجهودكم دكتور صالح راح يكون في تغيير، وأكيد احنا كشعب متفائل ان دائما النظره تتغير من سلب الى ايجاب. حضرتك تفضلت وذكرت عن اهميه تفعيل دور المدرسين كونهم موهوبين ويتعاملون مع فئه من الموهوبين من الطلبه، وذكرت اهميه هذا التفعيل. لذلك راح نطرح هذا السؤال التالي عن هذه المسابقه. كثيره هي المسابقات، وتفضل الدكتور صالح وذكر ان المسابقات موجوده، ودائما تحاول الهيئه التدريسيه والمدرسه بحد ذاتها تفعيل دور الطلبة بالمشاركة في هذه المسابقات، لكن مسابقة مثل أولمبياد الرياضيات في نسختها الخامسة، ما أهميتها وأهمية مشاركة الطلبة فيها؟ الأهمية الأساسية احنا نقول الإسهام في الارتقاء بالمستوى العلمي للطلبة والمعلمين في مادة الرياضيات، غير هاي اكتشاف الطلبة الموهوبين وتعزيزهم وتوجيههم لاستثمار قدراتهم بالشكل الصحيح، تعزيز ثقة الطالب بنفسه، تعزيز مجالات التواصل بين الطلبة المبدعين، كأن احنا جمعنا كل المبدعين في الرياضيات وحطيناهم في قاعة تدريبية، وهي نلمسها أثناء التدريب. كيف العمل الجماعي يشتركون مع بعض لحل تمرين واحد، الإحساس بالمسؤولية، حتى الشخصية تتغير، المنافسة الشريفة، المنافسة وفيها منافسة، يعني هم يقعدون على سؤال واحد، المدرب يعطيهم سؤال واحد ويعطيهم تقريبا نص ساعة على أساس أنه كلهم يشتغلون على هالسؤال واحد، من يعني كل واحدة تعطي فكرة لما يقضون على السؤال، حتى هم في حكيهم خلاص قضينا على السؤال، فهي صارت متعة عندهم هذه. احنا نبي نوصل عند الجميع هاي ان الرياضيات هي فيها متعة، لما نتوصل للحل شعور يعني غير عند الطلبة، كأن الشخص وصل إلى خط النهاية، مشوار صحيح طويل. صحيح يعني هاي حتى لدرجة هم أحيانا كان يعني كأن إنجاز، لا خلاص حلينا المسألة، وحتى أحيانا يصورون الحل لأن الحل طويل. وكله براهين، يعني أشياء مجردة، حتى يعني ما فيها نقول لغة أرقام إثبت كيف صار الحل كذا، فالحل طويل، حتى هم أحيانا يصورون وعندنا جروب فيرسلون في الجروب، يعني حل الطالبة مثايل، حل الطالبة روضة، حل الطالبة كذا، يعني كأن التحفيز أو تشجيع، هم بفخر يتكلمون عن هالموضوع. أستاذة ماجدة، حضرتك خلال حوارك وحديثك وإعطائنا الأهمية من إقامة هذه المسابقات، مثايل كانت تبتسم، أكيد مثايل من خلال حديث أستاذة ماجدة استرجعتي بالذاكرة خلال فترة تهيئتكم لهذه المسابقة، وأيضا محاولتكم أن أنتم تحلون المعادلات الرياضية اللي ممكن تأخذ صفحة وصفحتين وثلاث. أعطينا جو عام حضرتك عشتي من خلال هذه المسابقة، ما رح نتكلم عن الصعوبات والسلبيات، إحنا نحب نكون إيجابيين، فنتعرف وياك على الأشياء اللي أنت استفدتي منها من هذه المسابقة. يعني وايد تعلمت أشياء من هذه المسابقة، يعني مثل ما قالت مس ماجدة، يعني كنا وايد نستمتع في فترة التدريب، يعني فترة التدريب صح كانت قصيرة بس تعلمنا منها وايد أشياء، كان كل يوم يكون في فكرة جديدة، وحتى الأسئلة يعني كانت مثل لعبة، يعني كنا نستمتع وإحنا نحلها. يعني جميل، معادلات الرياضية في نظر مثايل، وأكيد كل المتفوقين في مجال الرياضيات بالنسبة لهم لعبة وهم يلعبونها، وفي النهاية تحتاج إلى حل لهذه المسألة. حلوة، يعني أنا عجبتني لما قالت فترة التدريب فترة قصيرة، هي 4 أشهر بالنسبة لهم قصيرة، بالنسبة للمتفوقين المبدعين في مجال الرياضيات. دكتور صالح، حضرتك تفضلت وذكرت الانتقاء السليم بالنسبة للهيئة التدريسية اللي راح يكون بالنسبة لهم مسؤولية تدريس وأيضا بتأهيل الطلبة والطالبات في مجال التعليم، ما هي الآلية المتبعة بالنسبة للمدرسين حتى يقدرون أنهم يتعاملون مع مجموعة مثل على سبيل المثال العنصر الإيجابي الموجود معنا مثايل، بحيث أنهم يعرفون يتعاملون مع المبدعين من أبنائنا؟ طبعا هو الأساس في اختيار المعلم، يعني احنا طبعا
حاليا الحين الاختيار عن طريق وزاره التعليم والتعليم العالي، ويمكن تروح لجنه كبيره عباره عن لجنه متخصصه في جميع المجالات المطلوبه. اذا اخترت المدرس صح راح يكون البرنامج صح. طبعا احنا في البدايه اختي في بدايه كل سنه نعمل اختبارات تشخيصيه. نعم. هالاختبارات التشخيصيه تبين لنا الطلاب مستوياتهم ضعيفه يعني في ماده الرياضيات او في اي ماده اخرى، والطلبه الموهوبين. بناء على هذه احنا نعمل خطه تنفيذيه، هاي الخطه التنفيذيه طبعا لها عده بنود اللي هو تضع اهداف للبرنامج، يا اما انت تضع خطه تربويه فرديه. نعم. يعني خاصه بنوعيه بنتي مثايل، او 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 خطه تربويه فرديه للطلاب الضعاف، او خطه جماعيه ان معظم الطلاب يتشاركون في نفس الهدف. طبعا هذه الخطه التربويه تكون مرتبطه بفتره زمنيه، وفي مؤشرات اللي هو تحقق الهدف. فالمفترض ان كل مدرسه في بدايه السنه اول شيء تحدد المدرسين اللي راح يطبقون هذا البرنامج، وتحدد البرنامج بدقه، وتحدد الطلاب بدقه هل هم يحتاجون الى خطه تربويه فرديه او خطه تربويه جماعيه. يعني جميل اللي نستشفه من كلامك دكتور صالح، اهتمامكم بجميع الفئات، الموضوع ما يقتصر فقط على المبدعين ولا اصحاب القدرات والمواهب، ايضا اللي عندهم نسب متدنيه في الدرجات او بعض المقررات ايضا يؤخذ بعين الاعتبار انه يكون لهم برنامج خاص فيها. طبعا انت يوم تتعامل بتعمل منهج للطلاب، اول شيء بتتعامل مع البيئه وقدراتها، بتتعامل مع المنهج، هل هذا المنهج له تطبيقات حياتيه ولا لا. احنا يمكن في السابق اختي كنا ناخذ، يعني انا تخصصي علمي في الثانويه، فكنا ناخذ تفاضل وتكامل واحصاء واحتمالات، وكانت الميكانيكا ديناميكا واستاتيكا، بس لحد الحين انا ما اعرف التطبيقات الحياتيه. كنت اخذ سين زائد صاد تساوي صفر، بس شنو السين شنو الصاد. حاليا الحمد لله رب العالمين من السنتين اللي فاتوا وزارة التعليم تعاقدت مع شركة لعبيكان، والأجمل من هذا كله قبل التعاقد احنا وضعنا، يعني الوزارة وضعت أهداف المنهج، وكلفت الشركة بعمل هذا المنهج. المرحلة الثانية اللي بعد المنهج جابت لجنة أصلا من معلمين المدرسة المتميزين وراجعوا هذا المنهج. حاليا الحمد لله رب العالمين، وحتى في منهج الرياضيات يمكن أختي أقدر مني في الكلام عن هذا، في كل مسألة فيها تطبيق عملي وفيها تطبيق حياتي. جميل. وهذا المطلوب دكتور صالح، أنه يكون في نظري وعملي عشان تترسخ المعلومة ويكون في استيعاب أكثر لهذه المادة الدراسية. أستاذة ماجدة الدرويش، كونك خبير تعليم أكيد عندكم سياسة أو آلية معينة من خلالها يتم انتقاء المبدعين المشاركة في هذه المسابقات، إن كانت على مستوى الخليج أو حتى المسابقات الدولية، كيف يتم الاختيار؟ بالنسبة لمسابقة أولمبياد الرياضيات بالتحديد، لأن هي على مستوى الخليج، فالاختيار له شروط، يعني في شروط معينة. أول شيء أن يكون الطالب قطري الجنسية، وألا يقل معدله في الاختبارات الداخلية عن 95% في مادة الرياضيات. نعم. وشرط أساسي أن يكون لديه مهارات رياضية عالية، ولازم يكون من المنتظمين في التعليم العام، يعني ما يكون طالب في الجامعة. نستقبل أسماء، نرسل إيميلات للمدارس، نستقبل أسماء الطلبة، يعني في حدود 100 إلى 120 طالب وطالبة يتم ترشيحهم، يتم إخضاعهم لاختبار تحديد مستوى. نعم. وبناء على نتائجهم يتم اختيار 30 طالب وطالبة، يتم إخضاعهم لبرنامج تدريبي لمدة 4 أشهر. البرنامج هاي مع وجود مدرب معتمد يعني طوال فترة التدريب، في اختبارات مستمرة. نعم. في من خلال هالاختبارات هاي نختار من بين 30، نختار 8 طلاب، 6 أساسيين من 100 إلى 30 إلى 8. نختار 8، 6 أساسي هم اللي يسافرون معنا، واثنين احتياط. نعم. والحمد لله في هالدورة الخامسة حققنا فضية واحدة وخمس برونزيات، ويعني معناها الفريق أو كله برونزية وخمس فضية. لا. نعم. فضية واحدة وخمس برونزيات. وحققنا الحمد لله بهالإنجاز، الفريق كله فاز هالسنة أول مرة الستة يفوزون بالميداليات. نعم. يعطيك العافية أستاذة ماجدة. مثايل، من بعد هذه المشاركة ما هي الخطة القادمة؟ إن شاء الله راح أشارك، يعني إذا سمحت لي الفرصة راح أشارك في أنا بيد الرياضيات السنة الجاية إن شاء الله، وإن شاء الله يعني في المستقبل
يعني بكون تخصص الرياضيات. حابة أنك تظلين في هذا المجال؟ نعتبر هذا دور وزارة التعليم والتعليم العالي في ترسيخ حب المادة اللي يعتبرها، نرجع نقول أنه في كثير من الأشخاص يعتبرونها مادة صعبة، لكن وجود مثايل وغيرها من الأشخاص المبدعين في هذا المجال وتحقيق هذه الإنجازات في مسابقات خليجية ودولية أيضا راح توسع مدارك الطلبة وتخليهم يتعرفون على هذا المجال أكثر. دكتور صالح، حابة أرجع لك لنقطة وحضرتك تفضلت وذكرتها على موضوع التعامل مع أولياء الأمور. حاليا معنا مثايل راشد النعيمي وإحدى الطالبات المشاركات في مسابقة أولمبيات الرياضيات، أكيد كان في دعم من الأسرة لوجودها في هذه المسابقة وأنها هي تحقق هذا المركز. فحضرتك من خلال تعاملك مع أولياء الأمور شلون تقدرون تفعلون دور الأسرة أو تحفزونهم في تشجيع أبنائهم للمشاركة في هذه المسابقة؟ أتوقع يعني أنت سألتي سؤال بنتي مثايل، قلتي لها إيش رأيك مادة الرياضيات؟ نعم. الإجابة ما شاء الله عليها كانت إجابة ذكية، الله يبارك فيك يا رب. فقالت ما قالت لا سهل ولا صعب، قالت الرياضيات ممتعة. نعم. ليش؟ لأن اشتغل الأخوة والأخوات اشتغلوا عليها في قضية تغيير الصورة الذهنية. احنا عندنا مشكلة يعني سواء يوم نتعامل مع أولياء أمور، نتعامل مع طلاب، نتعامل مع مدرسين، المشكلة الأساسية اللي تواجهنا هي الصورة الذهنية اللي ارتسمت في أذهان الآخرين حول مثلا مسابقة الرياضيات أو أي مسابقة أخرى. هل ممكن يكون من الأهل أنهم يقللون مثلا من قدرات أبنائهم؟ احنا أرسلنا رسائل من خلال المدارس، أرسلنا رسائل سلبية لأولياء الأمور أن مادة الرياضيات مادة صعبة، فأولياء الأمور خذوا هذه الرسالة وارسلوها إلى أبنائهم. تعترفون بالخطأ يعني. نعترف بالخطأ، إحنا جزء من هذه المنظومة. لكن تداركتوه. مو بس إحنا أختي، حتى الإعلام، حتى يعني تعاملوا مع الموضوع بصعوبة. فالأولياء الأمور على أساس ينقذون أبنائهم، شو يسوون؟ لأن مادة الرياضيات مادة صعبة. فيبدون يحطون مدرسين خصوصيين لأبنائهم. تدري شنو خطورة المدرس الخصوصي؟ نعم. خطورة المدرس الخصوصي أن هو ما يعلم مهارات، هو يعلم يعني طرق تتعامل فقط مع ورقة الاختبار فقط. يعني ممكن نقول واحد زائد واحد يساوي اثنين، لكن الطريقة المثلى لمعرفة هذه الإجابة لا، لكن تبقى الصورة الذهنية عند ولي الأمر أن المادة صعبة والمفترض أنه خلاص نركز على العمل داخل المدارس وننسى المشاركات الخارجية. المشاركات الخارجية حاليا هي الأهم. نعم. لأن هي تنقلنا من الصورة التقليدية في التعليم في المدارس إلى نمط جديد من التعليم مرتبط مع التطبيقات الحياتية. يعني وأتوقع أن يعني المدرسة لها دور في التعامل مع والد مثايل. أكيد. وبالتالي هو نقل الصورة، هو حاليا متواجد وياها، وتحس أنه يعني أتوقع حتى أثناء الفعاليات كان متواجد وياها خطوة بخطوة، هو اللي يدعمها. لأن ولي الأمر وايد مهم دوره، لأن الطالب يضطر أنه يجلس فترات طويلة خارج البيت، يعاني من التوتر، من يعني بعض الظروف، تغيير البيئة اللي يكون عادة الطالب مش متعود عليها. يعطيك العافية دكتور صالح الإبراهيم، مدير مدرسة الدوحة الثانوية للبنين، على حضورك ويانا وطلعنا على الاستراتيجية المتبعة في المدارس في دولتنا الحبيبة قطر من خلال تفعيل دور الإدارة مع الطلبة وأيضا مع أولياء الأمور. أيضا نتوجه بالشكر للأستاذة ماجدة الدرويش، خبير تعليم بإدارة التوجيه التربوي من وزارة التعليم والتعليم العالي. دوركم فعال، ويمكن كان في نقطة كان المفروض نتكلم عنها عن دور البرامج اللي تقدمها وزارة التعليم لدعم هؤلاء المبدعين. إن شاء الله راح نخصص حلقة خاصة بخصوص هذا الموضوع عشان نطمن الأهالي أن عيالهم المبدعين دائما في أيادي أمينة من قبل الوزارة. حابة أختم هذا اللقاء الجميل بكلمة توجهها مثايل راشد النعيمي الفائزة بالميدالية البرونزية في مسابقة أولمبيات الرياضيات في نسختها الخامسة التي أقيمت في المملكة العربية السعودية، لأخوانك وخواتك اللي يشاهدونك حاليا على هذه الكاميرا، وتوجه لهم كلمة عشان يبتدون يحبون الرياضيات. يعني لازم يجربون أشياء جديدة، يطلعون عن جو المدرسة مثل ما قال الأستاذ. يعني الواحد لازم يطلع يشوف شيء جديد،
يجرب أشياء جديدة. نعم، التجربة خير برهان، وحلو التغيير دائما عشان نتعرف على قدراتنا ومواهبنا في أشياء جديدة. بارك الله فيك يا مثايل، الله يعطيك العافية، مبارك لك من جديد. أستاذة ماجدة شكرا جزيلا على حضورك. دكتور صالح يعطيك العافية. أحبتنا راح نطلع وياكم لفاصل قصير، ومن بعدها نتواصل معاكم من جديد ونكمل مواضيع حلقتنا في في الضحى. أهلا ومرحبا فيكم أحبتنا، صباح الخير والبركة، ويا هلا فيكم من جديد. لازلنا أو ما زلنا نتواصل معاكم ومع فقرات برنامجنا، وفي هذه الفقرة راح نتعرف وياكم على إحدى المراكز التابعة لوزارة الثقافة والرياضة، مركز يهتم بالشباب من الفئتين، تم افتتاحه منذ ما يقارب ثلاث سنوات، مركز شباب أم قرن، وياكم راح نتعرف عليه أكثر مع السيد عامر الحميدي عضو مجلس الإدارة. حياك الله ويانا. الله يحييك. يا هلا ومرحبا فيك السيد عامر. ومركز شباب أم قرن من المراكز الفعالة اللي تقدم مجموعة من البرامج والفعاليات للشباب، لو تحدثنا وتعرفنا أكثر على المركز. طبعا احنا نعرف دور المراكز الشبابية في الدولة. وزارة الثقافة والرياضة حريصة جدا على تقديم البرامج من خلال المراكز. احنا نعرف ان الفئة العمرية للشباب هذه هي مستهدفة في المدرسة. نعم. ونحاول نخلق لها بعد بيئة أخرى هي من خلال المراكز الشبابية في المناطق. نعم. فالمركز له دور كبير في استقطاب الشباب هذيلة ووضع البرامج لهم سواء الثقافية أو الرياضية أو التراثية. أيضا لكم اهتمام بالتراث من خلال مجموعة من البرامج، نتعرف على هذه البرامج السيد عامر، شن هي أو ما هي الطبيعة القائمة عليها برامج مركز شباب أم قرن؟ طبعا احنا نعرف ان كل مركز يقتنص المواهب للشباب اللي يلتحق بالمراكز هذه. عندنا ناس عندهم مواهب في الثقافه، ناس مواهب علميه، عندنا ناس عندهم مواهب فكريه، هذا دور المركز. نعم. فاحنا نعرض البرامج كلها على الشباب الملتحق بالمركز، وفي طبعا في ناس مختصين بدراسه الشخصيات الفئه الشبابيه هذه وين هو موهوب ويتم توجيهه في المجالات هذه. اهتمامكم بالتوجيه ايضا من خلال معرفه كل شاب او شابه ما هي توجهاتهم او قدراتهم، ما اهميه هذا الموضوع؟ يعني احنا لو نتكلم ان واحد من الشباب انضم لكم وحاب انه هو يدخل لاحدى البرامج، هل توجهونه الى البرنامج المناسب بالنسبه له؟ أكيد، لأن يعني لو كان هو يشوف نفسه عنده الموهبة، مثلا لو نتكلم في الجانب العلمي مثلا. نعم. احنا من فترة عندنا مسابقة الروبوت اللي صارت، لما يجيني شاب عنده يعني أفكار دائما في تطوير الروبوت هذا، من حق الشاب علي أن أنا أطوره وأدعمه وأجمعه بالناس اللي سبقوه في المجال هذا علشان ياخذ الافكار من عندهم وتجنب السلبيات ويحس بنفسه انه هو قاعد يتطور. نعم. طبعا الشاب هذا هو دور المركز عليه انه هو ينقله للجهات الاختصاص اللي تنفعه في مجال الحياه. الشاب هذا لما يوصل لمرحله تخرجه من الجامعه اكيد انه بيكون عنده نفس التوجه نفس الميول، وهذا طبعا شيء مطلوب في الدوله انه يكون عندي شاب قطري في المجالات هذه سواء الثقافيه او الرياضيه او العلميه. تهيئه الشباب والشابات اكيد لتفعيل دورهم في المجتمع اكيد ولخدمه بلدهم. الفئات العمريه اللي يستقبلها المركز؟ طبعا احنا نتكلم عن الفئات العمريه، احنا ما نمنع باي شخص يحضر المركز، ولكن يعني الدورات اللي تصير لها فئات سنيه، نتكلم من بعد 8 سنين او 7 سنين، واحنا طالعين لحد وصولا للجامعه، ما نمنع انه يلتحق، هو مش شرط يتلقى معلومه. نعم. احنا ما نمنع حتى انه هو يصدر معلومه موجوده عنده. جميل. فهذا احنا نستفيد منه سواء اخذنا منه او اعطيناه.
ففي كلا الجهتين أنا مستفيد منه. نعم، مركز شباب أمقرن أيضا يقدم خدمات بالنسبة للفتيات، ما هي الخدمات المقدمة أو نوعية البرامج اللي تم تقديمها للفتيات المشاركات؟ طبعا مثل ما قلنا يمكن الفتيات عندنا احنا في مركز شباب أمقرن عندنا مكان مخصص يعني يوفر البيئة المريحة للفتيات انها يمارسون نشاطاتهم سواء الثقافية او الرياضية او الدينية، والمركز واضع لهم استراتيجية سنوية. نعم. للدروس اللي راح تطرح خلال السنة، للمحاضرات، وهذه الاستراتيجية معروضة حتى على الأسر داخل البيوت. يعني أنا مو بشرط تكون الأخت عندي منتسبة ولازم تكون في المركز علشان هي تدخل، ممكن تشوف لي دورة مثلا تربوية أو دورة دينية عندي أنا من خلال الجدول السنوي وتطلب الانضمام للدورة هذه لو كانت مدة أسبوع. نعم. أنا ما منع، لكن أنا خلقت لها الفرصة اللي هي مطلوبة علي كمركز أن أطور الإنسانة هذه اللي موجودة سواء كانت ربة أسرة في بيت أو كانت موظفة في أحد وزارات الدولة أو القطاع الخاص. نعم. هذا هو اللي إحنا نوفره للخوات، وما يمنع المركز من استقبال الملاحظات للتطوير المركز نفسه. نعم. ما هي آلية الانضمام أو الطريقة اللي بإمكان الشباب من الجنسين أنهم ينضمون للمركز والاستفادة من البرامج المقدمة؟ يعني طبعاً هي ما عندنا آلية ثابتة، هو حضوره هو أكبر الموافقة يفضل حضوره. نعم. نعم، إحنا اليوم نتكلم عن الثورة العمرانية اللي موجودة عندنا في العالم كله والحياة المدنية والتحديات اللي قاعدة تواجه أبنائنا. صحيح. نتكلم عن الأجهزة الأسواق والأشياء اللي يعني نحن نتكلم اليوم نسمع عن سلبيات الأجهزة الإلكترونية على الطفل وعلى الشاب، وكيف أنا أقدر أستقطب الشاب هذا يبتعد عن الأجهزة هذه أو يوظفها بالشيء الإيجابي اللي يكون له مردود إيجابي على المجتمع وعلى المراكز أكيد هذه. أكيد، وهذا دور أكيد المراكز التابعة لوزارة الثقافة والرياضة، وإحدى هذه المراكز مركز شباب أمقرن. السيد عامر الحميدي عضو مجلس الإدارة بمركز شباب أمقرن، شكرا جزيلا لك على حضورك وإطلاعنا على البرامج المقدمة في المركز وأيضا على أهداف شباب مركز شباب أمقرن. شكرا جزيلا لك. عفوا، الله يجزاك خير. أحبتنا، من بعد التعرف على مركز شباب أمقرن والخدمات اللي يقدمها للشباب من الفئتين راح نطلع وياكم لفاصل قصير، ومن بعد نتواصل من جديد مع فقرات برنامجنا. حياكم الله من جديد أحبتنا، راح نتعرف وياكم على المركز الوطني للعلاج وأبحاث السرطان التابع لمؤسسة حمد الطبية. هذا المركز الذي يقدم العلاجات وأيضا البيئة المناسبة لمرضى السرطان من خلال مجموعة من الخدمات الصحية، مع الدكتور أنس أحمد تحديدا راح يقدم لنا من خلال الفقرة التالية مجموعة من النصائح للوقاية من السرطان، خلونا نشوفها وياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم دكتور أنس حمد مدير إدارة الصيدلة في المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان ورئيس مركز الجودة والسلامة الدوائية التابع لإدارة الصيدلة التنفيذية في مؤسسة حمد الطبية. حاب أكلمكم اليوم في الفقرة هذه عن الأدوية اللي ما تحتاج وصفة طبية، هذه الأدوية تعرف بأدوية الرف أو أدوية الطاولة، وهي متوفرة دائما تحصلونها متوفرة في الصيدليات، ممكن تأخذونها من غير وصفة أو متوفرة حتى في بعض السوبر ماركتس الكبير. هذه الأدوية في اعتقاد يعني في استخدام، أول شيء في استخدام واسع لها يعني تستخدم بكثرة غالبا عشان الاعتقاد السائد أن هذه الأدوية يعني آمنة وما أنها ما تحتاج وصفة أي آمنة وما يبي لها أي إجراءات احترازية يعني زيادة، فالناس تأخذها يعني تستسهل أنها تأخذها وأحيانا بشكل مبالغ فيه. صحيح أن هذه الأدوية أقل خطرا من الأدوية التي تحتاج وصفة، ولكن مع ذلك
هذه الأدوية لها آثار جانبية وايد، ممكن تكون لها أخطار في بعض الأحيان، وممكن تتفاعل بعد مع أدوية ثانية المريض يأخذها. يعني على سبيل المثال إن هذه الأدوية مثلاً الأسبرين، الناس تستخدمها حق الصداع، هذا الدواء يعني في بعض المرضى قد يؤدي أن يسوي لهم نزيف إذا أكثر استخدامه مثلاً، وممكن بعد يسوي قرحة في المعدة. بعد عندك مثلاً أدوية المسكنات الآلام مثل الآيبوبروفين والأدوية الثانية من نفس العائلة، هذه الأدوية بعد ممكن تسوي قرحة في المعدة كذلك، وممكن بعد يعني من فترة بسيطة من 6 شهور طلع من وكالة الغذاء والدواء الأمريكية تحذيرا ممكن تسوي جلطات قلب، ممكن تسوي سكتات دماغية، وطبعا هذا الخطر يزداد مع زيادة الجرعة وزيادة مدة الاستخدام. أدوية الكحة مثلا ممكن تؤدي بعض الأحيان تسوي نوع من الإدمان كثر استخدامها، وأدوية الزكام على سبيل المثال وايد الناس تشتريها من برا ممكن تسوي تأثر على القلب، وخاصة على المرضى اللي عندهم مشاكل في القلب وعلى نبضات القلب. وبالتالي يعني هذه الأدوية يعني الرسالة اللي حاب أوصلها أن هذه الأدوية أدوية يعني أدوية وليست غذاء أو مكملات غذائية، أن يعني إحنا نستسهل ناخذها. صحيح هي يعني أقل خطرا من غيرها، ولكن ستيل هي خطيرة، ممكن تؤدي لأعراض جانبية يعني جدية على المريض وتأثر عليه. وبالتالي يعني يجب ان المرضى دائما يراعون ان لما ياخذون هذا الدواء يسالون عنه، يسالون مثلا اذا اشتروه من الصيدليه يسالون الصيدلي والله انا هذا الدواء باخذه ايش ممكن ياثر علي، خاصه اذا المريض ياخذ ادويه ثانيه ممكن تقول حق الصيدلي الادويه الثانيه اللي انت قاعد تاخذها ممكن ياثر عليها، ممكن يتفاعل مع دواء ثاني ممكن ياثر عليه، وخاصه الادويه الثانيه دائما غالبا تكون موصوفه طبيا وبالتالي اكثر اهميه، فيجب ان يعني نحرص على هذا الموضوع. بعد عند استخدام الأدوية بشكل عام خاصة من المسكنات الآلام هذه اللي ممكن تسوي قرحة، ننصح المرضى أن دائما يأخذونها على معدة مليانة يعني ما يكونون ماكلين بعد الأكل، وأيضا أن يأخذونها مع جلاس ماي كامل. هذه الإجراءات يعني تقلل من احتمالية أن هذا الدواء يسوي لا سمح الله قرحة للمعدة. كل الأدوية هذه اللي ذكرناها سواء زكام آلام أسبرين، يعني هذه اللي أنت تأخذها لما يصير لك ما يكون دائما الخيار الأول، دائما حاول تصبر شوي تشوف ترتاح مثلا إذا في صداع، وإذا حسيت أن الألم مستمر ممكن تلجأ لهذه الأدوية. وبعد أن إذا حسيت أن الموضوع الألم أو السعال أو الكذا مستمر بعد ما استخدمت الدواء مثلا من 5 أيام إلى 10 أيام ولسه موجودة المشكلة، ما ظل تستخدم الدواء يعني حتى لو حسيتها خفت شوي بس استل موجودة، ننصحك انك تراجع الطبيب لأنه ممكن يكون موضوع ثاني، يعني غير انه بس الألم هذا ممكن يكون دليل انه في شيء ثاني موجود، وبالتالي دائما ننصح المرضى ان يراجعون الطبيب في هذه الحالة. وأيضا يعني في هناك طبعا مصادر أخرى، يعني ممكن تشتري دواء من السوبر ماركت ما يكون في صيدلي مثلا، فإن دائما في دائما داخل علبة الدواء دائما في هناك مرفق يعني ورقة مرفقة فيها معلومات عن الدواء وكذا، وتحصل فيها غالبا الجرعة اللي ممكن تستخدمها، الجرعات الستاندرد الموجودة، تحصل فيها الأعراض الجانبية الرئيسية إلى آخره، فننصح دائما المرضى أن يراقبونها. وبالإضافة إلى يعني المصادر اللي ذكرناها، وزارة الصحة الشهر الماضي أطلقت موسوعة قطر أو مورد قطر الوطني للوصفات، وهو يحتوي على معلومات مفصلة عن كل الأدوية المسجلة في دولة قطر. هذا مصدر مضمون وممتاز للأدوية والمعلومات عنها، فدائما ننصح إذا تبون أي معلومات زيادة أن تراجعون هذا الموقع. الويب سايت هو www.qnf.qa، ويعني موقع ممتاز وفيه معلومات عن أي دواء موجود في السوق. ونتمنى لكم السلامة دائما وما تشوفون شر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. نتوجه بالشكر للدكتور أنس أحمد من المركز الوطني للعلاج وأبحاث السرطان التابع لمؤسسة حمد الطبية، هذا المركز الذي حصل على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة من خلال تحقيق معايير الجودة والأمان، وهذا المعيار لم تحصل عليه سوى 3 مستشفيات في منطقة الشرق الأوسط. من خلال حديث دكتور أنس اللي تفضل مشكورا بتقديم مجموعة من النصائح لمشاهدينا، نرجع نضيف على هذه النصائح
ننصح أحبتنا؟ عدم الاعتماد على مجموعة النصائح اللي يتقدم بها الأشخاص الغير مختصين واللي بعيداً جداً هم ما لهم اختصاص في مجال الطب وممكن ينصحونكم بمجموعة من الأدوية أو المكملات الغذائية على اعتبار أنها تفيدهم وتفيد صحتهم. لازم يكون في اعتماد على تشخيص الطبيب والوصفة اللي يكتبها لكم الطبيب إذا كان جسمكم بحاجة لهذه الأدوية، وعدم الاستعانة بمجموعة من الأدوية اللي ممكن تنباع في الصيدليات أو تنباع في السوبر ماركت وغيرها من الأماكن، وفقط لمجرد أن احنا تابعنا أحد مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي أو أحد الأشخاص ونخبة الأشخاص في المجتمع وكانوا ناصحينكم ببعض الأدوية اللي أفادتهم، فبالتالي بديتوا تستخدمون هذه الأدوية نتيجة استخدامهم أهما شخصيا لها. لازم يكون في اعتماد على وصفات الطبيب واحتياجات أجسامكم لهذه الأدوية. نتمنى لكم دائما الصحة والعافية ودائما الاستفادة من خلال كل ما نقدمه في برنامج في الضحى. باكر بإذن الله راح يتجدد اللقاء مع مواضيع تغطيات وغيرها من الأمور الكثيرة اللي نحب نقدمها لكم من خلال برنامجنا. من فرق عمل برنامج في الضحى ومن أخذكم أسماء الحمادي، بحب وابتسامة نقول لكم مع السلامة.